الأستاذ مفضل مصطفى عضو مجلس مقاطعة مر السلطان. اليوم كما هو معلوم جرت عملية انتخاب رئيس المقاطعة. كنوجه الشكر من هذا المنبر للرئيس السابق السي بودريقة اللي كان قايم بالدور ديالو كذلك، ونتمنى واحد الموفق للرئيس الجديد اللي تم انتخاب ديالو بالأغلبية 17 صوت مقابل 3 تحفظات. احنا هادشي كله هاد العمل هذا كله تنتمنوا انه ينصب في خدمه الصالح العام ديال 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 المواطن وديال ديال المقاطعه ديال مر السلطان. كما تعلمون المغرب كينتظروا مجموعه ديال الاحداث اللي خاصها تكون مدينه الدار البيضاء بالخصوص في المستوى. اذا اللي تنطلبوا من هذا المجلس الحالي، انا ما ماشي عضو في المكتب، ماشي باقي لحد الان، كاين هناك تحالف ثلاثي ما بين حزب الاستقلال حزب الاحرار وسميتو الاصاله والمعاصره. كما كتعلموا بان كانت هناك اتفاق سابق ما بين الاصاله والمعاصره والاحرار على اساس ان الاحرار ياخذوا الفيدا والاحرار ياخذوا مر السلطان والاصاله ياخذوا الفيدا، وفعلا هذا كان تحترم. الان نظرا لعدم وجود مرشح منافس للدكتور تويمي، فالت الكف الان للاصاله والمعاصره اللي عندها دابا جوج ديال الرئاسات في منطقه الفيدا مر السلطان. اللي تنتمناو هو ان هاد العمل هذا اللي كنتمناو يقوموا به هاد الناس هادو انه يكون في المستوى طموحات ديال جلاله الملك والطموحات ديال الشعب المغربي والطموحات ديال الساكنه ديال مر السلطان اللي كانت كتنتظر منذ زمان، لان كتعرفوا مر السلطان شنو 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 الواقع اللي فيها. واحد الواقع اللي ماشي مؤلم، ولكن الى حد ما كتعرفوا بان كانت منطقه ديال كانوا ساكنين فيها الافارقه، كانوا مستعمرينها. الان مع مجيء السي مهيديه الوالي مشكور اللي قام بواحد العمل جبار، واللي تنتمنى ان هاد الرؤساء ديال مدينه الدار البيضاء ماشي ديال مقاطعه مر السلطان، كنتمنى من رؤساء ديال مدينه الدار البيضاء رؤساء المقاطعات ورئيسه ديال الجماعه والسلطه المحليه مشكوره وجميع انهم ينوضوا يتجندوا لتهيئ مدينه الدار البيضاء لاستقبال هذه الاحداث اللي جايه. راه احداث كبيره جايه، اذا خصنا نكونوا في المستوى، لا من حيث النظافه، لا من حيث العمل الاجتماعي، لا من حيث العمل الثقافي، لا من حيث ننظروا للجهه ديال 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 الاحياء اللي فيها الهشاشه، اللي فيها الفقر، اللي فيها هذا. حنا تتعرفوا بان مر السلطان هي دابا الان ولات مركز ديال التجاره ديال المغرب، مركز تجاري مغربي. تنعرفوا دابا شحال من شاحنه تدخل عندنا، شحال من الزائر تيدخل عندنا اللي كيبغي يتقدى واللي كيبغي يدير العمل التجاري. وهاد هاد 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 الكم هذا ديال هاد الناس هادو اللي تيدخلوا تيخلي واحد المجموعه ديال التراكمات ومجموعه جين ثقافتهم جين. الخطير هو ان المنطقه ديالنا ما فيهاش مراحل، المنطقه ديال مر السلطان ما فيهاش مراحل، اذا كتولي مر السلطان كلها مراحل. مر السلطان كتولي فين ما دزتي تتلقى الناس ناس ناس مركنه في شي حائط ولا هادي ولا سيرتو الرجاله، ما حتى العيالات ما ماشي منها. اذا نفكروا باش غادي هاد الدار البيضاء هادي اللي باغيينها تولي زوينه وباغيينها، نفكروا بعدا كيف المراحل، نحيدوا هاد المعطى هذا خطير وكارثي، خصنا نحيدوه. لان المجلس ديال اليوم واش كيبان لك غادي يدير الشيء القدام؟ احنا نقولوا انا وجهه نظر ديالي، اما اش غيدير هذا ولا اش غيدير هذا، احنا غنعاونوه، اللي بغى يدير شي حاجه نعاونوه، نوقفوا معاه، سواء في الجانب الرياضي، سواء في الجانب الاجتماعي، سواء في الجانب الثقافي، سواء في الجانب اي جانب نتعاونوا معاه. ولكن خاص قرارات سياسيه. وبحال دابا هذه المساله ديال المراحل، احنا واحدين فيها دابا من شحال؟ من 96 على ما اعتقد ولا من هذه، وحنا تنطالبوا بهذ المراحل تكون متواجده، ولكن لحد الان باقي ما كاين حتى شي. مشكله خطيره وما تنتبهوش لها. تراكم ديال الازبال، راه واخا الارما شركه ديال الارما خدامه، ولا راه العمل كنهضر كنقول بان العمل ناقص،
راه ماشي هو ذاك الكمال ولله. سمعتي عمل ناقص، لا من ناحيه ديال الناس اللي كيشطبوا، لا من ناحيه ديال 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 اللباس ديالهم، لا من ناحيه الهندام، لا من ناحيه هاد الناس هادو كيشطبوا ما كيدوشوش، ما دايرينش لهم حتى الدوشات. كيف كتشوفوا هاد النهار تتشوفوا الغد ليه، والله العظيم انا ماشي ضد هذا، ولكن تتشوف هاد المسائل هادي كتألم. اذا خاص كلشي يتحرك، كلشي يتحرك، كلشي يتحرك، وكيباينين باينين التشخيص، التشخيص اللي خاصو يكون راه باين. ها فين كاين العيب، ها فين كاين العيب، ها فين كاين العيب، ها فين كاين العيب. عندنا محطه طرقيه، شنو جابت لنا هذه المحطه الطرقيه؟ المر سلطان. شنو كتستافد مر سلطان من المحطه الطرقيه؟ شنو كتستافد؟ يلا وريني. تتستافد الدخان، تلوث البيئه، الضجيج، كثرت هذو الناس اللي كيقطعوا الوراق، كاين اجرام. سمعتي؟ اما ملي كانوا الافارقه محتلين راه ما كنتيش كتعرف راسك واش في المغرب ولا فينا بلاد. سمعتي؟ ما غاديش نسمي شي بلاد اخرى نعطيها، ولكن راك في مر السلطان، كنتي في مر السلطان ملي كتجي كتشوف. ولكن الحمد لله ان اتخذ قرار في المستوى ديال ازاله هاد المخيمات ديال الافارقه، والسلطه الان مسهره على هاد العمل هذا بجديه. انا تنشوف بان العمل اللي تقام به شابول سي مهديه، والسلطه والناس اللي معاه والمكتب اللي معاه والناس اللي خدامين معاه، ما تيريحش السيد هذا، ما تيريحش. انا ما عمرني مدحت شي واحد، شي رجل سلطه مدحته الا هذا السيد هذا، كذبش عليك، لانه دير الخدمه اللي خاصها الدار، واللي كان خاصها الدار مش حال هذه. لان كتجي تلقى السكن 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 سميتو هذا الدور المتداعيه للسقوط، هل سميتو الباع المتجولين، هل عندنا الترام حتى هو خصو يدوز دابا، هما دابا عمليه تجريبيه ديال الترام، كيفاش غيدوز من القيصريه الحفاري، كيفاش غادي يدير عمليه ديال الازبال، باقي ما لقاوش لها الحل. قلنا لهم باش يبداو يدفنوا هذوك سميتو لي بوبيل، يبداو يدفنوهم في الارض ويحلوا مره مره. المهم خدمه خصها الدار، خصها الدار خدمه، خاص كل واحد في المجال ديالو. راه الناس كيتخلصوا، راه ماشي ما كيتخلصوش، راه كيديو الملايين 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 كيديوها. اذا خصهم يشتغلوا، هذا هو اللي نطلب. اذا كل واحد اللي في شي قطاع خصو يشتغل فيه، ونتمنى حد موفق للدكتور تويمي اللي هو صديق، كنتمناو له حد موفق. وحنا انا كمرشح ديال الاتحاد الاشتراكي انا تنقول له هيدي مدوده، مستعدين نعملوا اي حاجه، سواء مجال الرياضي اللي هو اختصاص ديالي، سواء حنا بغينا. شوفوا تصوروا معايا دابا الدار البيضاء، الدار البيضاء كلها، انا كنهضر على الدار البيضاء كلها، في مجال ديال 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 كره الطائره مثلا اللي هو اختصاص ديالي، ما عندنا فريق واحد في القسم الممتاز، وفريق ديال الاناث وفريق ديال الذكور. سمعوا، فريق ديال الاناث وفريق ديال الذكور، الدار البيضاء واحد اللي في القسم الممتاز. شنو المشكل؟ شنو المشكل؟ ما كاينش دعم. شنو المشكل؟ ما كاينش مستشارين. شنو المشكل؟ لان ما الناس ما كتبغيش تدور الجهه ديال 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 كره الطائره، كيقول لك هذيك رياضه. لا، راه كيف مهتمين بكره القدم، نهتموا بكره اليد، نهتموا بكره السله، نهتموا بكره الطائره، جميع الرياضات. على بال هذوك الوليدات اللي تيلعبوا مثلا في هذا المجال هذا، واش ماشي مغاربه؟ راه مغاربه، حتى هما تابعهم عائلات، حتى هما خصهم مسائل اللي باش غادي يكون عندهم دعم. اذا كنتمناو خير بالقدوم ديال هذا المكتب الجديد، ونتمناو من الاخوان جميع الاخوان انهم يضبطوا النفس ويخليوا هذا المكتب هذا يشتغل الان، ونتمناو الرئيس سي التويمي، نتمناو له حظ موفق والله يعاونه على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين الرسول الكريم مسك الختام بدر الزمان، رشيد بوحوص، عضو مكتب ديال عضو مجلس ديال مقاطعة مر السلطان، تم انتخابي نائب كاتب المجلس بمقاطعة مر السلطان. ديال التوافق محمد تويمي مجلول هو شخص اللي مزيان متزن، راجل عنده تجربة، كان معنا في المجلس، كان كيسير معنا في المجلس، كان معايا نائب الثالث ديال مقاطعة مر السلطان، عنده تجربة وعنده كفاءة، وراجل اللي هو ملتزم وراجل مزيان ومتزن، كنظن بأن غتكون واحد إفادة كبيرة وفائدة كبيرة للمنطقة. بالنسبه للدور ديالك ككاتب عام، عندك ماشي كاتب عام، انا نائب كاتب مجلس. نائب كاتب مجلس هو كيتسمى مساعد ديال اعضاء ديال كاتب المجلس في اجتماع ديال المكتب، كيكون النقاش، كنعطيو الاقتراحات، الى جانب ان النقاش كيكون داخل اللجان، وفي الدوره راه كل المجلس كله كيفيد
لان حنا وسلطه اقتراحيه، شنو هما اعضاء المنتخبين باش المنطقه كلها ما تسيرش واحد الجماعه كتصوت على واحد الناس كتنوب عليها، هما سلطه اقتراحيه كيعطيو اقتراحات لتنميه المنطقه واصلاح ما هو ممكن اصلاح ديالو داخل المنطقه طبقا الامكانيات اللي كاينه في المنطقه وطبقا الظاهر ديال 13 14. في نظرك غتنمى هذا؟ لا ما يمكنش تقول غتنمى، كاين دابا كاين برنامج على صعيد ديال مدينه الدار البيضاء وكاين برنامج تنموي على صعيد مقاطعه بر السلطان. البرنامج التنموي كان وغيتم التعديل ديالو لان غتكون افكار جديده وراي جديد، ضروري غيكون واحد التغيير باش يكون طبق، كنهضروا دائما طبق الامكانيات، لان الامكانيات اللي كاينه في مجلس المدينه وفي الجهه وفي مجلس العماله والاقتراحات ديالك انت كتحاول انك تجيب مجموعه ديال المشاريع للمنطقه، هذا هو الدور. اما الاعضاء ديال الجهه اعضاء ديال مجلس المدينه ومجلس العماله كيجيبوا مشاريع وحنا كنعطيو اقتراحات طبقا الميزانيه اللي عندنا حنا باش نحاولوا ما امكن يبقى السير العادي وتكون واحد التنميه في المنطقه. اليوم المتمنيات ديال التطلعات ديالنا حنا التطلعات ديالنا وما كرهناش حنا ان المنطقه ديالنا تكون احسن منطقه ربما في المغرب ولا في حنا ما كرهناش تكون احسن منطقه، لان هذا انا ود باش نشوف وافتخر وكنظن ان مجموعه ديال الاعضاء هما اولاد المنطقه وكلنا كنبغيو المنطقه ديالنا تكون احسن منطقه، لان كانت احسن منطقه غنكونوا مفتخرين بالعمل ديالنا.